من القصص يلي بتعطينا تفاؤل انه نتوقع الخير للمستقبل، خاصة لما نبلش بداية شهر جديد نتكل على رب العالمين ومنعطي طاقة إيجابية. مدام نجلة أباني حتخبرنا شو حركة الكواكب ببداية الشهر آذار وشو توقعات الفلك للأبراج الـ 12. صباح الخير. صباح الخيرات. صباح الخيرات. صباح الخير يا ميشا. صباح الخير للجميع، ضلوا دايما بخير ودايما أيامكم سعيدة. بداية شهر جديد أتمنى سعيد للجميع. اليوم 1/3 يعني عطارد ما زال كوكب صفر، الأوراق المستندات ما زال يتقدم في برج الدلو، 3/3 لا يدخل متقدما إلى برج الحوت وينضم للشمس الموجودة أصلا في برج الحوت. طبعا المريخ ما زال متقدما في الجوزاء، المريخ هو كوكب طاقة وحماس، لكن كوكب لما بيكون بموقع غير مناسب ممكن يعمل لنا نوع من أنواع المضايقات النفسية أو الصحية، والحقيقة هو بموقع غير مناسب لمولود العذراء القوس والجوزاء والحوت. هالأربع أبراج مانون كتير مرتاحين على المستوى الصحي، وصل القصة 6 شهور تقريبا مانون الأريح على المستوى الصحي، قربنا نخلص يعني 23/3 لينتقل متقدما إلى برج السرطان. ما زالت الزهرة تتقدم في برج الحمل. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم عنده تسرع أو انفعال، يمكن توتر يتراكم، قلل من صدماتك بلا داعي اليوم، لأنه اليوم الأمور أنا برأيي ما كتير مريحة، في صراع لا يلزمك ربما تدخل فيه اليوم أو نوع من أنواع العصبية. هلأ الأكيد كلمة بتقولها ما أنا منطقية أو جدل بتدخله اليوم ممكن يزيد الهموم وما رح ينهيها، لذلك أنا برأيي أنت شوي عصبي، حاول تبتعد عن المشاكل. مولود برج الثور اليوم للحركة، العلاقات العامة، لتأخذ قرارات بسفر، لتأخذ قرارات بقصص مالية بأوراق، تمتلك اليوم حساسية وحنان داخليين مولود برج الثور، تفرح مع عائلتك، مبتهج، يعني الأيام ممتعة، هاي الفترات فيها طاقة، فيها حيوية، أنت أقدر على التعامل مع مستجدات الحياة، وهذا اليوم لتمتن علاقاتك بمن تحب أو ربما تكافأ على جهودك المبذولة، عم تمضي سفينة عيلتك وعلاقاتك بطريقة إيجابية. مولود برج الجوزاء غالباً عم ترتب أمور مالية، والحقيقة داخل على شهر ليس الأفضل مالياً، كتير هاي القصة انتبه لها لأنه الشهر القادم لا يعتبر كتير مريح على الصعيد المالي. عطارد في برج الحوت عم بيخلي صرفك عائلي وأكثر مما يجب، ويمكن يكون في أعطال بالمنزل، لذلك حاول تخبي لك شوية مصاري على جنب، حتى لو شوية ضايقت نظم مصروفك، لأنه أنا برأيي أنت حدا بيكره القروض، فهذا الشهر فعلياً للمصاريف وللمصاريف العائلية أنا برأيي بامتياز. عم بحكي عن الشهر الثالث مو الشهر اللي راح. مولود برج السرطان اليوم حاول تحدد الجهة اللي عم بتضايقك وناقشها، لأنه اليوم يوم أنت لطيف ودبلوماسي، علاقاتك جيدة، ظروفك مناسبة اليوم لتستقبل ضيوف، لتودع ضيوف، لتشغلك محبة عيلة، لتهتم بمظهرك ومعنوياتك، وهذا طبيعي يوم القمر فيه ببرجك، لازم يكون حواليك إشعاع أنت تستفيد منه. مولود برج الأسد أنت لليوم عم تفتح صفحات قديمة وعم تكون متوتر، يمكن عم بيجوا ناس بيحكوا لك قصص، عم بيحكوا لك حكاية، فلان قال هيك، علان حكى هيك، يعني في شيء مضايقك أو عم بيشعرك بأسى أو عدم انسجام، ويمكن في قصة صحية عابرة كمان مضايقتك، رشحة قريبة، يعني هاي القصص اللي لها علاقة بشوية تعب، يعني ممكن يعاني مولود برج الأسد يعني انقطاع اتصالات مع أشخاص هو بيحبهم. على كل الأحوال إذا بدك نصيحتي اسمع كتير احكي قليل. مولود برج العذراء اليوم في قواسم مشتركة بينك وبين الآخرين، مشروع سفر، صداقات، اجتماعيات، قصة شخصية، قصة مهنية، أنا بشوف الأمور رايحة باتجاه الأفضل مالياً وعاطفياً، في عم تبدي جسور بينك وبين الآخرين وعم بيكون في فرص جديدة ورغبة بكسب تأييد واهتمام. اليوم على كل للتنقلات وللأخبار الحلوة إن شاء الله للجميع يا رب العالمين. ميزان هو اللي معصب اليوم، متضايق ومحتاج يخفف تحديات، أنا برأيي عم تتصرف بدون تفكير بتسرع، والحقيقة وجود الزهرة في برج الحمل عم بيخلي علاقاتك الشخصية تعتبر الأكثر تعباً هاي الفترات. ما بعرف، أنا برأيي حاول تراقب الأحداث أكثر ما أنك تشارك فيها أو تحكي، وانتبه من بعض الأمور الصغيرة لأنه
هاي الفترات الأمور الصغيرة هي اللي عم بتضايقك، كيف فجأة تكتشف إنه في أشخاص عم بيسيئولك، يمكن في حرب تخوضها مع ناس حواليك. يعني أنا رأيي القصص بدها شوية هدوء، خاصة على الصعيد الشخصي. على الصعيد الشخصي أمور مولود برج العقرب جيدة اليوم، ممكن في عندك إشراقة، ممكن عم تمشي باتجاه أهدافك باتجاه جيد، أمور مهنية جيدة، تمتلك إرادة للتواصل مع محيطك، تجرب عدة حلول تختار الأصلح الأسرع. اليوم عم تسعد مولود برج العقرب بأخبار يمكن تكون عاطفية، يمكن الضغوط عم تخف والاتصالات سهلة. مولود القوس لأ الأمور لألك إيجابية اليوم، كمان عم تحاور الناس اللي أنت بتحبهم، صار لك يومين ثلاثة ما كتير مبسوط، اليوم عم تتلقى وعود، عم بتسود محبة، أسلوبك اليوم إيجابي مع الآخرين، ويمكن عم بتقوم بمبادرات تجاه الآخرين. المسائل المهنية تبدو أكثر سلاسة لألك، واليوم في ظروف يا تساعد من حولك يا تساعد ممن حولك، أنت عم تطلب مساعدات، وبظن في قصص مالية ممكن تلاقي لها حلول. مولود برج الجدي اليوم أنت اللي متضايق ما كتير مرتاح، حاول تغفر لنا أخطاءنا إذا كان غلطنا، وهذا طبيعي نحن بشر. بالنتيجة اليوم كأنه عم بتضايقه تراجع الحالة المعيشية لأسرته اللي مولود برج الجدي. اليوم زملائه شوي عاملين له مضايقات أو عم تتأجل بعض الأمور، كأنه فجأة عم تشعر إنه الأبواب تغلق بوشك، وهذا الحكي بالأكيد مو صحيح، في عرقلة أو في قرارات محتاج تاخدها، بس حاول تكون أهدأ وكن متأكداً مما تقول أو تفعل. مولود الدلو 100,000 قصة شغلته اليوم، يوم فيه شغل كتير، وهيك نوع من أنواع الجدل الصغير، يعني كلمة مني كلمة منك ممكن تخلق نقاش أو الأشياء المعتادة الطبيعية، ما في شيء سيء، بس شغل كتير اليوم، كأنه في عندك كمان تعب صحي، يمكن جزء من تعب صحي، كأنه هيك كسول، مزاجك مو كتير رايق الآن. يمكن مولود برج الدلو عم بيشتغل أكثر مما يجب، يعني على كل الأمور ما أنا سيئة بالنسبة لك، بس أنت عندك شوية ضيقة خلق. مولود الحوت أحد الأيام الأفضل حظاً لتشرح وجهة نظرك، لتحسن تأثير على محيطك، لتشتغل جاهداً، لترتب أوراق أعمال أولويات، لتأثر على من حولك ولتحقق نجاح. أنا بعتبره يوم جيد جداً بالنسبة لك، فيه إيجابيات وفيه نوع من أنواع التصرفات الإيجابية اللي ممكن تكون مهمة وإلها علاقة بتغييرات. خليني عايد مولود اليوم، مولود 1 آذار، كائن عجيب غريب، كائن كل التناقضات بتشوفها فيه، الأكثر قدرة من كل أنواع الحوت على الكذب والخداع، رغم أنه لا يحب الكذب والخداع، خياله واسع، يحب أن يحاط بالأهمية دائماً، من الأشخاص اللي بيقدروا يحكوا لك كل مرة نفس القصة بطريقة مختلفة عن اللي حكاها قبل شوي، بيدخل حاله بكومة مشاكل وبيحاول يلاقي له حلول، شديد الثقة بالآخرين، وهذا عم بيتعبه لأنه دائماً عنده إحباط من الناس اللي حواليه، عنده خيبات أمل، ما كتير يهتم بالمال مع أنه كريم، بيعرف يجيب مال على كل الأحوال. أنت مشرق عاطفياً وعائلياً بالمتبقي من السنة، يمكن تتوصل لاتفاقيات، حواليك محبين، أصدقاء، تشجيع، سعادة، وأنا بقول ابتداءً من 1/4 لتبلش السنة تتحسن بالنسبة لك وتمشي بطريقة أفضل. الله يقدم لك كثير خير ويفرح قلبك أنت وكل اللي عم بيشوفونا. يسعد أوقاتكم، رسائلكم أكيد على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. ونسرين عم تسألني مع جوزة، علاقة جيدة جداً يا نسرين، إحدى العلاقات الأفضل، بس أنت 2 عصبيين، 2 تكون نافذي الصبر، 2 تكون مستعجلين، 2 تكون تعدوا وعود تخلفوها بعدين، يعني كل واحد بيرجع لرأيه، حتى لو أنت قلتي له خلص هاي الشغلة ما عاد حأعملها، أنت حتعمليها إذا بدك تعمليها، قصدي هو كذلك الأمر، لذلك حاولوا أنه تتصارحوا دائماً بأموركم. طبعاً السنة جيدة، أنا بيخطر لي أشهر الصيف رح تكون مفرحة بالنسبة لكم، من الرابع وما بعد الحظوظ مساعدة. عيد حسن من جبلة، عيد يوم شهر سنة واسم. أسماء بنت فوزية، برجك الصيني وبرج الحصان الصيني يا أسماء، طبعاً بيشبه برج الجوزاء، أنت لا تتوقفي عن الحديث، نيال قلبكم، أنتوا جماعة الإعلام يعني ما بتسكتوا أبداً،
وقائدة بمحيطك، والمشكلة إنه قليلة صبر دائما بتعتبري إنه أنت أبو العريف. أسماء، ما في حدا فينا أبو العريف، دائما في أشياء نحن ما بنعرفها، ودائما في أشخاص يمكن يشوفوا أحسن مننا حتى بوضعنا. يعني مو دائما نحن اللي بنعرف كل شيء، من برا يمكن يشوفونا أفضل. على كل الأحوال أنا بشوف السنة كتير إلها علاقة بتغيير سفر، يمكن ما بعرف إذا على بالك، أو زواج على سفر. علا عبد الرحمن عم تسألني عن أمورها. سنة الصيف فيها مفرح يا علا، وغالبا في شغلة بدي بارك لك فيها مثل ما عم تسأليني بالضبط. صباح الخير لزهراء 15/9، يعني شهر جيد جدا على الصعيد المالي العاطفي. التعب لسه شوي صحي ولسه شوي مهني إذا بتشتغلي. أنا اسمي فاطمة، مع مهند عم تسألني، عم تسألني عن علاقة ضمن إطار الجيد. هي علاقة صينياً جيدة بس غربياً أبداً مو منيحة. أنت حدا بيخبي بقلبه ودائماً في شيء مو عاجبك باللي هو عم يحكيه. طبعاً ما كتير بشوفك بالعلاقة الأفضل، يعني قصدي بعدك صغيرة فاطمة. العلاقات 40-50% اللي فيها توافق أنا بتركها لكبر العمر، يعني لأنه بيكونوا أنضج، بيكونوا أقدر على عملان تنازلات. لذلك لما بيكون حدا أكبر عمراً منك حتى لو العلاقة 50% ما عندي مشكلة، يعني بقول له منيحة، بس أنتي بعدك صغيرة فأدعي الله يقدم لك في الخير يا روحي. وقام بنت بهيجة، يوم وشهر وسنة واسم محمود، مواليده 70، إحدى الأعوام الأفضل يا محمود، خاصة أنه الشهرين القادمين يعتبروا الأريح مالياً. أمورك المالية تعتبر جيدة جداً، أمورك العاطفية كمان. روان عندك سنة بتاخد العقل يا روان وعلى كل الأصعدة، بس كتغيير بدك للصيف، وكأمر صحي رمضان ما حيكون كتير الأريح. ما بعرف قد بيعني لك رمضان. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا بخير. تضلي بألف خير نجلة.